الحب هو أساس العلاقات الاجتماعية. لما يكون في حب كل حياتنا بتكون حلوة، فما بالكم لما يكون الزواج أساس الحب. بس للأسف بعض الأشخاص بيكونوا ناويين على الزواج بس في ظروف بتمنعهم، وبيضطروا يعملوا الزواج الغير مثبت قانونياً. موضوعنا اليوم له علاقة عن هذا النوع من الزواج الغير مثبت قانونياً، شو هي أسبابه، كيف نعالجه، وشو هي حلوله. أنا سازدال رح كون معكم لأربعين دقيقة بموضوع الزواج الغير مثبت قانونياً. أما هلأ ضيف الحلقة وستار الحلقة رح يفوت هلأ باستوديو. جاهز؟ تفضل فهد العلاوة. ورجعنا من بعد هذه الموسيقى مع ضيفنا الموجود بالاستوديو الكاتب فهد العلاوة. مرحبا. اهلا. شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. في شغله لفتت لي نظري امبارح بلسعه نحله، كانت اكيد الاعلاميه ليلى احمد. كانت عم تحكي شوي عن الدراما الخليجيه وتحديدا الكويتيه، وقالت انه الكاتبين اجمالا بعاد عن الواقع لانه معظم النصوص يلي بيكتبوها بعيده عن الواقع. وطبعا في اسباب لهذا الشيء، ومنها مثلا موضوع حلقه اليوم يلي هو بحياته منطرح بالدراما الكويتيه. ليه بعض الاشخاص بيضطروا يعملوا الزواج الغير مثبت قانونيا؟ شو قولك؟ اول شيء شو ردك بهالموضوع، وليه ما بتكتبوا هيك مواضيع؟ اول شيء نمسي على الاستاذه ليلى احمد اكيد، ونشكرها على كلامها، وهي دائما يعني لسعاتها في محلها امانه. بخصوص المواضيع هذه اللي تعتبر حساسه شوي بالنسبه للمجتمع سواء الخليجي او العربي بشكل عام، ودنا نطرح هالمواضيع، ودنا نطلع شوي من دائره الحب وزواج الغني والفقيره، او الفقير والغنيه. هذه الدائره اللي بس الناس ملوا منها. بس للاسف سقف الرقابه عندنا في الكويت كل ما لو ينزل، كل ما لو احنا ككتاب او كصناع الدراما، من منتجين مخرجين ممثلين كتاب، نلقى نفسنا محاصرين في قضايا محدوده. ويمكن صارت خلاص ما تهم الشارع. اليوم احنا دورنا كفنانين نسلط الضوء على القضايا السلبيه مثل كرمال نعالجها اليوم بالضبط، علشان المختصين يشوفونها وينتبهون لها اكثر ويلقون لها حل. الفن بالنهايه هو تعبير او حاله تشبه صرخه الانسان في وقت الالم، انه يبي يعلن عن تعب معين، عن مرض معين. طيب ما هقطعك انا فهد، بس انت يعني حاولت تكتب هيك مواضيع ورفضت يعني؟ والله موضوع توثيق الزواج لا أمانة، بس كتبنا مواضيع أخرى تخص المجتمع الخليجي، واجهنا بعض الصعوبات في تمريرها، حتى مثلا مواضيع سياسية، موضوع اجتماعي. يعني الرد على الكلام أنه أنتم ككاتبين مش أنتم المسؤولين عن هذا الموضوع، المسؤول أنه ما عندكم حرية تكتبوا يلي حابين تكتبوا عنه. أنا ما أبي أتنصل تماما من المسؤولية، احنا نشيل جزء من المسؤولية، لأن في كل الأزمنة كان في الرقابة موجودة في بعض مثلا الدول كانت الرقابة شديدة، وقدروا يطلعون فن ويقدروا يكسرون الحواجز بإسقاطات معينة أو إيحاءات معينة توصل القضية. احنا قاعدين نحاول. بس للأسف قلت لك كل ما لو ضيق المساحة اللي ممنوحة لنا فنلقى نفسنا مضطرين. يعني هو من أهم الأسباب طبعا. فهد العلاوة أنت اليوم هتشاركني تقديم الحلقة كمان، رح يكون عنا هلأ ضيف بعد البريك هيفوت معنا. وبدي خبر الناس عنا مش بس ضيف، عنا كمان حالة عاشت الأزمة اللي هنحكي فيها اليوم، أو موضوع حلقة اليوم الزواج الغير مثبت قانونيا، وعنا كمان اتصال كمان من حالة عندها نفس الموضوع. بعد البريك رح نكون معكم. ورجعنا معكم وموضوع الحلقة عن الزواج الغير مثبت قانونيا، وضيفنا هلأ وصل كمان المحامي عبد العزيز البنوان. مرحبا. مرحبتين. شو الأخبار؟ تمام؟ قبل ما أحكي معك بموضوع الحلقة، وقبل ما نحكي أي تفاصيل وشو هي الحالات، خلينا نشوف هلأ تقرير ونكمل معكم. شفنا التقرير مرق هلا من شوي عن الزواج، قد ايه كان جميل وكان سهل، بس هلا صار في بعض العرائيل والظروف بتخلي الاشخاص يلتجئوا للزواج الغير مثبت قانونيا. مره ثانيه بدي رحب بالمحامي ضيفنا عبد العزيز البنوان، وبدي رحب كمان بالكاتب فهد العلاوة.
خلينا أول سؤال، هل فعلا بالكويت في حالات بتتعلق بهذا الموضوع أو بهذا الزواج؟ بداية أن موضوع الزواج هذا عقد، احنا نعتقد أن هذا العقد مقدس، مفترض أن يكون هناك مودة ورحمة واستقرار وسعادة، ومجمل هذه الشعور إن لم تجد في هذا العقد وغايته فالمفترض أن هذا العقد ما له أي قيمة. أوكي. لتنظيم هذه المسألة اليوم الدولة أصبحت دولة مدنية، هناك إجراءات، هناك وزارات، هناك إدارات مختلفة، هناك حقوق، هناك واجبات يولد هذا الحق. فاليوم إذا احنا بننكر ونقول ما في هذه الحالات، نقول الفترة الأخيرة في تأثير من دولة الكويت، من بعض الدول العربية، هم يرون هذا الأمر هذا قانوني، فبالتالي احنا لابد تقصد يعني. انا اقصد ان انت سالتي السؤال انه هل يوجد هناك اليوم عقود غير موثقه؟ نقول نعم، في بعض العقود اليوم بالكويت غير موثقه لاسباب، هل هي قانونيه، هل هي اجتماعيه، هل هي انسانيه؟ اوكي، يعني في حالات يعني بيجي لعندك ناس ومعانيين من هيدي النقطه وحابين يلاقوا حل لها. في ناس اكثر، بس هو الان اليوم راح نتكلم عن قانونيه هذه المساله في القوانين المختلفه بالكويت، هل هذا يسمح ولا ما يسمح؟ الامر لابد ان يكون اليوم العقد هذا موثق لدى اداره التوثيقات الشرعيه من خلال اشخاص معنيين. مزبوط، بس من الناحيه القانونيه معك حق، بس الاهم كمان الاشخاص، لانه هو بده يضمن حقوقه، بده يضمن حياه حلوه. فخلينا نحكي كمان من الناحيه الاجتماعيه، وقد ايه ممكن ياثر على الرجل والمراه هذا الموضوع، مش بس من الشق القانوني، من هو حتى المتضرر؟ بالمجتمع هن الرجل والمراه المتضرر. المتضرر اليوم والعنصر الاضعف هو هي مظبوط، اكيد هو عنصر اضعف اليوم عندنا، لكن هي صدقيني بهذه العلاقه اذا لم توثق فلن يكون الضحيه الكبرى والأولاد بهذه العلاقه الا هي. ليش؟ تتكلم على الاسباب اذا تسمحين لي. أوكي. اليوم اول سبب، اذا لجأت الى المحكمه تريد ان تاخذ بعض او اصول حقوقها اللي هي مثلا النفقه، فلن يسمع لها القاضي بدون وجود عقد زواج موثق اليوم نتكلم عنه. الامر الاخر، خلينا نفترض انه هو سافر، هو ذهب راح إلى دولة لا نعرف أين هو مصيره، توفى بعد عمره، توفى بعد أمر عاد. عن هيك الأولاد ما باسم مين راح ينكتبوا إذا ما في عقد؟ هذه مشكلة أخرى لاحقا تتكلم إنه ما في أولاد. إذا العقد موجود أعتقد مشكلة الأولاد سهلة، بس أنا أتوقع أن في مشاهدين اليوم قاعد يتابعون أكيد يتساءلون هل الزواج الغير موثق زواج صحيح دينيا أو لا؟ اي طبعا، احنا نتكلم عن قانونا وشرعا اليوم. اذا نتكلم احنا شرعا، ليش احنا نقول اليوم ان نفترض هذا الزوج غادر البلاد متوارع الانظار، ما نعرف وين احنا مصيره، شنو مصير هذه المراه اليوم؟ صح. هذه الزوجه هي ها مصيرها كالاتي، لا تستطيع ان تذهب وتثبت هذه العلاقه الزوجيه الا بوجود الزوج، يجب ان يقر. عندي سؤال قبل ما نطلع فاصل، هل اذا عمل في منهم بيعملوا اوكي في حالات بيعملوا الزواج قانونيا برا الكويت؟ اي نعم. اوكي، رح نسمع الاجابه بعد الفاصل، اذا بتقدر هي تثبت ساعتها او تاخذ حقوقها من البلد اللي انعمل فيه الزواج، مش بالبلد مثلا الكويت. نعم. اوكي، بعد الفاصل رح نطلع نرجع معكم بالبرنامج، وكمان رح يكون عندنا حاله بخبركم عنها بعد شوي. ورجعنا معكم، وموضوع الحلقة هو الزواج الغير مثبت قانونيا، وكنت سألت المحامي عبد العزيز البنوان، هل إذا تم الزواج برا الكويت قانونيا ممكن تحصل المرأة على حقوقها بالبلد اللي تم فيه الزواج؟ شو الجواب؟ أين الجواب؟ إذا لم يصدق هذا العقد الموثق خارج دولة الكويت ما له أي قيمة ولا يولد حقا إلا عندما تصدق عليه سفارة الكويت بالكويت. أوكي. حتى يعطي ويضفي عليه الشرعية القانونية. ليش السؤال جدا مهم، لأن هناك بعض القوانين تختلف عن قوانين الكويت. في بعض الدول اليوم لا تقبل التعدد الزوجات، لربما يكون هو متزوج في الكويت، مثلا في دولة مصر إذا تزوج من أخرى بدون لا نذكر احنا أسامي الدول، إذا تزوج من أخرى لابد أن الزوجة الثانية تعرف من خلال مدتها سنة كاملة. أوكي. اذا ما عرفت ترفع الدعوه تطليق للضرر. فاليوم احنا عندنا اذا السبب هو اختلاف القوانين، من بعض اختلاف القوانين، وهذا اللي بخلينا ما يتطبق هذا الموضوع الا اذا صدق في سفاره الكويت
واصبح العقد هذا قانوني. طيب فهد كنت تحت الهواء سالك سؤال، شو رايك انت تساله اياه؟ اي والله انا بس ابي اعرف يعني شنو الاسباب اللي تضطر شخص معين نعم ما يعني يتزوج زواج صحيح دينيا بس ما يوافقه قانونيا، شنو الاسباب اللي تدفع الناس زوجين او المراه والرجل انه يلجؤون الى هذا لهذا النوع من الزواج؟ انزين اولا اليوم نتكلم عن قانونيا، احنا ذكرنا ذلك قانونيا، نتكلم اجتماعيا في بعض نتكلم الاسر او بعض طبيعه شخصيه الطرفين هي وهو اليوم عندهم اشكاليه مثلا ان يواجهون المجتمع بهذا الحب او هذا المشاعر، فبالتالي يتم الزواج احنا نسميه ترى ما له الا مسمى واحد يسمونه زواج العرفي، يعني نتكلم غير موثق هو زواج العرفي. وموجود بالكويت هذا الزواج؟ في زواج عرفي، لكن احنا نتكلم اليوم ان هذا الزواج يصطدم مع قانون الجزاء، يصطدم مع قانون الاحوال الشخصيه رقم 51 على سنه 1984. الاسباب ليش؟ لان اليوم اذا تم قبض، انا اتكلم بصراحه عشان يكونوا الحذرين، انا ما تتكلم بصراحه اكد لي على كلامك، الزواج العرفي موجود بالكويت؟ اي موجود بالكويت، في حالات موجوده، وانا اكد لك واعرف شخصيات واعرف ناس جوني المكتب عندي لعندي يحاولون يوثقون هذا العقد في مكتب، لكن لا يمنع قانونا ان نوثق هذه العقود، لابد انه يكون خلال مأذون شرعي. يعني ما بيقدر يتوثق؟ لا يتوثق الا من خلال اداره التوثيقات الشرعيه. هو السؤال ليش؟ لان اليوم لا سمح الله تم قبض هي وهو في امر معين حاله يعتبروه مش زواج، ها يعتبروه لا يعتبروه امرين، اما تكون قضيه زنا او يكون مواقعه بالرضا. اوكي زين، المشكله ترى اليوم مو بالجريمه، اليوم المشكله هم يطلعون ورقه ما تفيد ان هذه الورقه في زواج لكن غير موثق. المصيبه اليوم انهم راح يكونون يد في يد في السجن حتى يرفعوا دعوه باستخراج اثبات عقد الزواج الورقه العرفيه التي تم توقيعها في دهاليس معينه. بعد ما يثبتون هذا العقد والحاكم تاخذ مجراها. اوكي. انزين ممكن يخلى سبيلهم او ان تسقط هذه الدعوه الجنائيه اذا تبين هناك مقاصد حسنه في هذه المساله. طيب انا عندي بعد سؤال استاذ، سمعنا ما ادري اتوقع الناس اغلبهم سمعوا ان اليوم اذا كويتيه بيتزوج من غير كويتيه لازم ياخذ موافقه من الجهات الحكوميه، هل هذا الكلام صحيح ولا مقتصر بس على العسكريين مثلا؟ ايه اوكي. اليوم العسكريين لهم وضع خاص طبعا، نتكلم احنا عن اي شخص اي مواطن يطبق عليه القانون الكويتي لابد ان هذا العقد لو تزوج في اي مكان في العالم لابد ان يوثق هذا العقد مثل ما ذكرنا في سفاره الكويت حتى يكون يعني سجلات الاداره في دوله الكويت تكون واضحه من يعني تزوج. هو هل بس السؤال هل لازم ياخذ موافقه ولا بس يروح يسجله بالسفاره؟ لا هو الموافقه تكون يعني اليوم القانون رقم 32 على سنه 1967 القانون الجيش تكلم عن حصر، اليوم المنتسبين للجيش العسكريين هم مفترض ياخذون على اذن مسبق عن الزواج. بس المواطن العادي عادي يقدر يروح يتزوج يختار اللي يبيها من اي دوله، بس انه لازم شرط انه يوثقه في سفارة يعني مش لازم الموافقه. لا الموافقه ما راح تكون، الموافقه هي طلعت من باب الاستثناء. باب الاستثناء على العسكريين فقط. اوكي، هلا على سيره العسكريين في عندنا شخص حالي موجود معنا باستوديو، طبعا هو ما قال اسمه الحقيقي، اسمه هلا المؤقت يعني اسمه خالد، رح يخبرنا عن قصته، عن علاقة حب دامت مع امرأة هنعرف شو جنسيتها هلا، وهو طلب انه يكون في زواج بس ما تحقق واضطروا عملوا شغلة لحتى يتزوجوا، كل التفاصيل نسمعها هلا مع خالد يلي موجود معنا بالهواء. خالد انت جاهز؟ يلا خلينا نسمع هلا خالد شو رح يقول. انا هترك لك انت لك المايك وما هسألك شيء، انت قول القصة من اولها لاخرها. يلا. يمكن المتوقع مني وظهوري هنا في البرنامج ان راح اتكلم حالي حال اي شخصيه تتكلم عن اي مشكله وتحاول تلاقي لها حل. مثل ما تفضلت اخت استاذ ديل ان انا راح اشرح قصتي في هالطريقه، لكن الرساله اللي انا حابه اوجهها ان انا مو ضد الشروط والقوانين الموجوده لانها هي موضعت من عبث، لكن الانسان لا يحد نفسه في وظيفه او يحد نفسه في لقمة عيش معينة. طب خبرني يعني خالد بالقصة تبعتك هلا. القصة كانت بدايتها في احدى سفراتي لاوروبا وتعرفت على امرأة جدا يعني اعجبتني وكان الفكرة والنية الزواج طبعا. فتم الرفض هني بالكويت. ليه؟ لاسباب امنية.
اوكي حابب تقول شو جنسيتك؟ غالبا الاسباب الامنيه ما يكون في شرح كامل حق الموضوع، يعني ما في سبب مباشر يعني نحن نرفض لواحد اثنين ثلاثة يكون تم رفضه فقط بغض النظر عن جنسية المرأة. مش حابب تقول؟ لا أفضل لما أتكلم عن الجنسية، لأنها تختلف عادة من دولة إلى أخرى على حسب علاقات الكويت مع هذه الدولة. هي عربية؟ هي عربية أي. أوكي أي. فاضطرينا في النهاية أن نأخذ أن تطلع على دولة ثانية وتحصل على جنسيتها. يعني هلأ تزوجته؟ أي نعم. وين تزوجته؟ برا. برا الكويت؟ أي. وقديه صار لكم متزوجين؟ حاليا 7 سنوات. كم سنة؟ 7 سنوات. 7 سنوات هي. وما في ولاد؟ لا ما في ولاد. انتوا قررتوا ما تجيبوا ولاد ولا؟ لا راح تكون معضلة بشكل او باخر. اوكي، هلا شو الحل؟ شو الحل عم تعملوا؟ الحل حاليا ان هي تحصل على جنسية الدولة الأجنبية اللي احنا يعني عملت طلب هجرة لبلد طبعاً. أجنبي. اي صحيح. اوكي. عملت طلب هجرة لأنها كانت هناك موظفة أساسا. فمجرد أن يتم الطلب هذه الدولة ماكو مشكلة في أن يتم الزواج منها. أوكي. هي. وبعدين؟ وهذه الخطة، بس حالياً الفكرة أن أنا راح أكون مخير يا أن أعيش هنا أو أن أعيش برا، لأن راح ألاقي مشكلة ثانية. أوكي، بس هلا أنت هلا حالياً ما ثبت عقدك بالكويت. لا مو ثبت. بس البلان تبعك إنه تأخذ الجنسية وتثبت عقدك ولا أنت تروح معه لهونيك؟ والله هذا في بلان عندنا أو بي، لكن الأولى حاليا عندي أنها تكون موجودة في الكويت. يعني تأخذ الجنسية وشو رح يصير؟ هلأ نسأل إذا تسأل المحامي هل بده يعمل عقد جديد ويقوله هلأ أتزوجت ولا ممكن شو هيصير؟ يعني هلأ هو هو في حالة خليط من التناقض بين القوانين. إذا حاب تسأله شيء خالد كمان سأله. عندي سؤالين يمكن ممكن أسئلة. أي أكيد تفضل. تواصل معه. تفضل. اليوم هو يعمل في أو كان يعمل في وزارة. بعده لهلا. عسكري، هو يعلم أن القانون قد حظر بمادة 18 ومادة 19 حظرت عليه بصريح العبارة أن يتزوج إلا بحصول إذن. مزبوط. وين رفض؟ السؤال ليش؟ لأن هناك مسائل أمنية. طب خلينا نلاقي الحل هلا هو وأنا المشكلة. شو الحل تبعه؟ هو الحل هلا هو عم بجيب له جنسيه ثانيه. وفي حل في نص الماده نفسها، في حل اصلا. أوكي. اذا احنا نتكلم عن اخر نص الماده هناك استثناء. ما هو الاستثناء؟ قال يجوز ان يقدم طلب الى رئيس الاركان ويعطي اذن حتى لو كان عقد الزواج بعد فتره. ممكن يقدم امر حق رئيس الاركان ويوافق، وبالتالي تنحل كل المشكله. طيب بس الماده استثنت بعض الحالات، يعني طيب. يعرف انه بيصير حالات زواج. طيب هلا هي حصلت على جنسية قلنا مثلا كندا، صارت طيب. كندية، لما يجي بده يتزوجها او يوثقوا بالكويت بده يعمل عقد زواج جديد انه بعده هلا اتزوج ولا ممكن يعمل تعديل على زواجه القديم؟ لا، راح يرفع دعوة تسمى بالقانون الاحوال الشخصية اثبات علاقة زوجية، ويذكرون فيها يعني يتزوج من جديد احسن. لا هو تأكيد لعقد زواج فقط لتاريخ. ما هيأثر على دوامه؟ لان خلينا نفترض مو حالته، نفترض انه كان في اولاد. لو نفترض انه كان في اولاد، موضوع حالته لا ممكن ياخذ الاذن، هو الماده ترى واضحه يعني، بس بالمقابل في نتائج، في ضريبه، في فاتوره ممكن يدفعها. لان نص الماده 19 قالت انه سوف يحاسب عسكريا. طيب اوكي، ما هيك عم اقول لك اياه، اذا هي. هو كانه تزوج من جديد، لانه هو اوريدي ما بالنسبه للكويت ما انه متزوج، في يجيبها الجنسيه كنديه ويتزوج. طيب بس لازم ايضا انا اتوقع انه لازم ياخذ اذن حتى لو كانت كنديه. ياخذ اذن من التصريح حيعطوا لانه هي كنديه وانتهينا. مو مشكله، يقرر ما يقول انه تزوج. يا يتزوج من يعني يتزوج حاليا او يتزوج. اقول لكم مفاجاه كبيره يعني اليوم احنا ليش نتكلم احنا عن اليوم لابد انه يوثق هذا الزواج؟ لان في حالات كثيره اليوم بالكويت عندنا، ما راح اتكلم عن النطاق البعيد الجغرافي، بتكلم عن مآسي نفسيه واجتماعيه. أكيد. وانسانيه. أكيد. اليوم أكيد. اليوم لما نتكلم عن ولد اثبات نسب الولد جدا صعب. طيب انا مضطر اقطع حديثك، انا بقول للناس على فكره انتم بتشوفونا نحن كمذيعين بنقطع الضيوف وهيك، بس انتم ما بتعرفوا الكنترول شو بيعمل فينا. anyways شكرا لك كثير خالد، شاركتنا اليوم الحلقه، وتابع هلا بقيه الحلقه، واذا عندك سؤال باخر الحلقه فيك تساله لضيوفنا. اما هلا في عنا كمان حاله ثانيه، بس هي وقعت بالزواج العرفي يلي هو الغير موثق قانونيا، بس رح نعرف ظروفها واسبابها. هي تونسيه على ما اعتقد، وهلا هي معنا على التليفون. غاده، الو. الو، السلام عليكم. مرحبا. مرحبا. خبرينا غادة، شو هي القصة تبعتك باختصار؟ أنا متزوجة مؤخرا من شاب كويتي،
أقنعني أنه ألح أنه يكون الزواج عرفي لأنه في مشاكل في العائلة. بس والحين أنا حامل منه وعلى أبواب الإنجاب ومعارفة كيف يصير زواجي قانوني وأنه يصير تسجيل ابني كأي ابن يعني تسجيل قانوني. بس أنا قبل غادة أنا ما فهمت أنت ليه تزوجتي عرفي؟ هو أصر علي وجدا ألح بس قال لي هذا مؤقت عبال ما يقنع أهله عبال أنه يعني حل مشاكله مع أهله بس أنه يكون مؤقت على هذا الأساس أنا وافقته أكيد بعد جدال كبير وهذا يعني مو من أول أنه كان وهلأ رافض أنه يوثقه؟ إيه الحينه إيه رافض. طيب حابب تسأل شيء أستاذ عبد العزيز قبل ما هي حابة تعرف هلأ هي حامل؟ مشكلتها طبعا هي واضحة أوكي. ومشكلتها مثل يعني آلاف مئات احنا نتكلم عشان اكون مبالغين داخل الكويت لكن نتكلم عن دول مثل مصر هناك آلاف مثل حالاتها لكن بالكويت في هناك بعض الحالات وفي ضحايا. شو الحل؟ هل هي حامل؟ اليوم انا اقول لها تلاحق على نفسها بالكويت يعني شو يعني؟ يعني معنى الكلمة ان اليوم لابد ان دام ان هناك اشارة وامارة ودلالة بان هذا الشخص غير صادق بهذه العلاقة والعلاقة تمت وتم يعني هناك ثمرة بهذه العلاقة وهو الولد فبالتالي لابد أنه يوم ترفع دعوة إثبات العلاقة الزوجية نسب يعني إثبات العلاقة الزوجية قبل النسب إثبات العلاقة الزوجية لأنه لا يثبت النسب إلا بعد إثبات العلاقة الزوجية أوكي. هذه الإشكالية اليوم خلينا نفترض كيف اليوم تثبت العلاقة الزوجية اليوم تدري وين المصيبة اليوم المصيبة لما المحكمة تأتي وترفض إثبات العلاقة الزوجية خلينا نفترض زين اليوم حامل ما هو مصير هذا الطفل البريء؟ طيب يعني في حل ولا ما في حل؟ راح يلصق فيه طول حياته ابن حرام طول حياته. طب سؤال اليوم يعني مشكله عندنا في هل انت كمحامي بتقدر مثلا قضيه غاده تعطيها تقبل المحكمه معك باثبات الزواج؟ اثبات اذا 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 هي حققت الشروط الموجوده بعقد الزواج وفق القانون الكويتي وهي تريد ان تثبتها امام المحاكم الكويتي طبعا انه يكون وليها موافق مثلا أوكي. يكون هناك شهود هناك مهر الأركان الشرعية للزواج الأركان فإذا توافرت هذه فإذا بحالة أي حد عم بيسمعنا لازم يكون أركان الزواج موجودة يلي هو الشهود ولي الأمر مهر هذه إحدى الأمور اللي بيستند لها المحامي الرضا طبعا والعقد إيه طبعا لابد أن يكون العقد أوكي حابب تسأل شيء فهد لأنه هلأ لازم هناخد اتصال مع أخصائي رح ناخذ حابب تحكي شيء قبل ما نختم نهائيا اوكي في عنا مثل بيقولوا اخذنا الشق القانوني بالنسبه لموضوع الزواج الغير مثبت قانونيا وطبعا في مفروض نحكي فيه اكثر بس لضيق الوقت فهلا لازم نحكي من الناحيه النفسيه الاجتماعيه ومعنا الاخصائي الاكلينيكي استاذ احمد الملا مرحبا مرحبتين يا هلا شو الاخبار خير الله يسلمك الحمد لله رحب فيكم ورحب في الضيوف المشاهدين شكرا تبعتنا هلا تبعت الحلقه ايه اوكي شو رايك هلا اول شيء بهذا النوع من الزواج قد ايه ممكن ياثر على المجتمع وعلى الاسره وعلى الاولاد وشو بنظرك كاخصائي الحل تبعه طيب بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء انا ما اتكلم عن الوضع اللي تكلم عنه الضيف اللي عنده حاله الزواج من الاجنبيه برا الكويت لأن هذا زواج أعتقد أنه هو زواج صحيح لكن في دولة مختلفة أنا أتكلم عن الزواج الغير مثبت أو غير الزواج العرفي يعني أوكي. هذا الزواج أنا أعتقد أن أي إنسان في الدنيا عنده هدف هو السعي للحصول على المتعة طيب أنا عندي نوعين من المتعة عندي متعة مقبولة اجتماعيا وقانونيا وشرعيا عندي متعة غير مقبولة اجتماعيا وقانونيا وشرعيا الإنسان يحاول يبرر الخطأ اللي قاعد يسويه للسعي للحصول على هذه المتعة بطريقة قانونية مو قانونية بطريقة مقبولة اجتماعيا الطريقة ما فيها نوع من تحمل المسؤولية الطريقة ممكن تكون العقاب عند اكتشاف هذه المشكلة أقل وطأة من العقاب في عدم وجود عقد زواج حتى لو كان عرفي أوكي طب بس استاذ احمد الملا باختصار لانه ما في وقت هلا هل بتلاقي في حل لهذا النوع ولا انت بتقول من البدايه ما يفوتوا هذا النوع من الزواج؟ طبعا من البدايه ما يفوتون هذا النوع من الزواج واعتقد الاستاذ المحامي اخبر مني انه لو أوكي. كانت مثلا اهل الزوجه مو راضين او اهل الزوج مو راضين يقدر القاضي يقدر يزوجهم المحكمه نفسها تقدر تزوجهم. أوكي. فما في شيء يمنع. طيب. ايه
استاذ احمد الملا انا عن جد بعتذر منك بس لازم لانه الكنترول كثير عم بيقول لي انتهى الوقت. شكرا لك وانت الاسبوع الجاي رح تكون ضيفنا مباشر على الهواء. على فكره استاذ احمد الملا هو رح يكون او هو بالاحرى صديق البرنامج رح يكون على طول عنده الراي الطبي النفسي بكل موضوع حلقه. شكرا لك مره ثانيه استاذ احمد الملا. هلا انا مضطره اختم معكم بس اذا انتم حابين تقولوا شيء قبل ما نروح على العياده. نعم. عم بيقول لي ما في وقت. كلمه على السريع. كلمه على السريع اليوم هذا القانون على السريع انا على السريع اليوم. انا نصيحه لكل اطراف لكل هو وهي لا يكون زواج الا موثق لحمايه هي اكثر من هو. مزبوط معك حق فهد. هتعمل دراما؟ لا ناطرين نحن هلا ناخذ هلا سبق. هل هتكتب مسلسل يحكي عن الزواج الغير مثبت قانونيا؟ سوي حلقة عن الرقابة على الدراما وحاولوا ترفعون سقف الرقابة وإن شاء الله من عيونك. يعني الموضوع له لا بس بالرقابة. شكرا لك الكاتب فهد العلاوة. شكرا لك المحامي عبد العزيز البنوان. هلا بعد البريك رح يكون عنا ضيف دكتور كمال صوان جراح تجميل من الولايات المتحدة الأمريكية جاي مع عيدة نوبلس يحكي شو أحدث التقنيات اللي عندهم.